أجل إنه بلانيتاريوم موسكو، وهو نموذج الكون المصغر الذي يرادفه مسرح أو متحف القبة السماوية بالعربية، حيث القبة سماء مرصعة بالنجوم والكواكب وسواها من الأجرام، وحيث الأرض هنا مرآة للسماء. يمكنك هنا وعبر قاعات البلانيتاريوم التفاعلية متابعة ومشاهدة الظواهر السماوية والمشاركة فيها عبر جملة من التقنيات الميكانيكية والبصرية والكهربائية، كل على حدة أو مجتمعة تمنحك فرصة استشعار الفضاء الخارجي. لم يكن البلانيتاريوم منذ تشييده مجرد بيت للنجوم فقط، كان دائما ولا يزال ساحة واسعة لشتى أنواع التجارب، وكل ما يستخدم فيه من تقنيات أعد خصيصا له. أسلوب التعليم التفاعلي من أحدث الأساليب المتبعة هنا وأنجعها. وبلانيتاريوم اليوم مركز حقيقي لترويج العلوم الطبيعية، والمقصود إيصالها إلى أوسع الشرائح الاجتماعية وبخاصة الأطفال. بواسطة هذا الجهاز تعرفت على مفهوم الفراغ، فعندما أضغط على الزر الأسود أدخل الهواء وأضغط على الأحمر فيسمع صوت الجرس، أما عندما أخلي الهواء فلا أعود أسمع صوت الجرس. إنه مجسم التورنادو، عليكم بتدويره طويلا. أعتقد أنني أستطيع أن أستمر بالأمر لعشر دقائق أو أكثر. يعجبني مجسم العواصف هذا، لكن ويعجبني أكثر كل ما يمكنني أن ألمسه وأحركه وأؤدي دورا فيه. يضم مجمع بلانيتاريوم موسكو اليوم المتاحف والمراصد والعروض والمختبرات وغير ذلك مما تم تجهيزه وفق أحدث التقنيات الخاصة، لكن أيا كانت التكنولوجيا المستخدمة يبقى هدفها الرئيسي تقديم صورة مصغرة ملموسة عما في الفضاء الخارجي من ظواهر يكفي مصدرها لكي تكون محط اهتمام دائم. يمكن للتساؤلات أن تكون ذكية أو غبية، ما يهم حقا هو أن الناس يتساءلون ما يعني أن الموضوع يهمهم. قدم والإنسان ينظر إلى السماء، لذا فلا غرو في أن يغدو بلانيتاريوم موسكو منذ عام 29 من القرن الماضي معجزة يومية بما يجسده من أحلام. مجمع بلانيتاريوم موسكو أو مسرح القبة السماوية فيها يحتفل بيوبيله 85 وسط حضور كثيف من هواة الفلك وعلمائه. كل شيء في هذا المكان يتوق إلى السماء، وكل شخص يريد مراقبة الفضاء بنجومه وكواكبه ومجراته التي كان الإنسان على ولع بها دوما يتساءل عما وراء أفق الأرض. أريش محمد، RT موسكو.